الفنادق اللي موجوده عندنا، عندنا فندق بورسعيد وده بيدار اداره ذاتيه وتم تطويره اوريدي، يعني تم صرف 40 مليون اكتر من 40 مليون جنيه عليه دلوقتي. عندنا فيه 204 غرفه، 204 غرفه تم تجديد 50% من عدد الغرف، عدد ب 100 وحوالي 105 غرفه تم تجديدهم، تم تاجيل التجديدات لغايه موسم الصيف ما يخلص لان عندنا موسم اشغال كبير جدا، عندنا نسبه الاشغال بتصل اكتر من 95% في جميع الاوقات في بورسعيد. السياحة ابتدت تتحرك لما نيجي نتطرق للسياحة يعني، فالدنيا فيها حركة كويسة يعني في السياحة. طبعا شايف ان في تحسن. السنة اللي فاتت اخر اخر ارقام وزارة السياحة ان وصل عندنا 10 مليون سايح وده عدد كبير جدا. طبعا احنا لما بنقارن السياحة سنة 2010 احنا وصلنا 14 مليون سايح، 14 مليون ده التارجت اللي احنا كنا عايزين نوصل له. 2025 كنا عايزين نوصل ل 20 مليون سايح، بس لما الثوره قامت والمشاكل اللي قامت طبعا ما حققناهوش. اكبر عدد ما وصلناه كان ال 14 مليون دوت. فاحنا النهارده السنه اللي يعني ليكي تتخيلي السنه اللي قبل اللي فاتت كنا 7 ما وصلناش 7 مليون، السنه دي 10 مليون، معناه ان يعني اللي هي انتهت 30/6 دي معناه ان احنا ماشيين كويس وان في شغل كويس في السياحه. عندنا برضو مجموعات كبيره بنجيبها من العراق، السياحة العراقية، واحنا ضمن احد يعني الشركات اللي بتجيب السياحة العراقية هنا في مصر. ومعدل انفاقهم كان عالي جدا اول ما بدأت، لكن للأسف احنا بنبوظ كل حاجة بتيجي، بندبح السياحة اللي بتيجي. الشركات اللي هي بتتنافس عشان تجيب اكبر عدد فبتضرب في الاسعار، فدي مشكلتنا في مصر. المشكلة الكبيرة جدا ان احنا لو كلنا التزمنا ما كلنا هنكسب، كلنا هنعمل اسعار عاليه، لكن للاسف الاسعار تدهورت جدا بالنسبه للسياحه العراقيه. وانا من عندك هنا انا بناشد جميع الشركات اللي شغاله في السياحه العراقيه انها تلتزم، هم جايين هيجوا. فاحنا ليه بنضرب في بعض وننزل الاسعار؟ ولازم وزاره السياحه تتدخل في هذا الموضوع، لان الموضوع بقى يعني ابتدى يبقى اسعاره ضئيله جدا.